نظمت السلطة المحلية ومشايخ وعقال مديرية بني سعد بمحافظة المحويت مسيرة جماهيرية حاشدة دعما للوفد الوطني في حوار الكويت وتنديدا بخروقات العدوان ورفض التواجد العسكري الأمريكي في بلادنا. نظمت السلطة المحلية ومشايخ وعقال مديرية بني سعد محافظة المحويت مسيرة جماهيرية حاشدة دعما للوفد الوطني في حوار الكويت وتنديدا باستمرار الحصار الجائر والعدوان الغاشم على الشعب اليمني منذ أكثر من عام ورفضهم للتواجد العسكري الأمريكي على الأراضي اليمنية. رفض التدخل والمساعية الأجنبية في النظام السياسي والسيادي للوطن، رفض التواجد الأجنبي والأمريكي بكافة أشكاله على الأراضي اليمنية، مطالبة برفع الحصار الجائر المفروض على اليمن والشعب اليمني منذ أكثر من عام. أعلن دعمنا ومساندتنا للوفد الوطني المحاور في الكويت من أجل عزة واستقرار وأمن وحرية وكرامة اليمن والشعب اليمني. المشاركين في المسيرة الجماهيرية استنكروا استمرار العدوان السعودي الأمريكي في خرقه لوقف إطلاق النار وما يقوم به مرتزقة الاحتلال في تهجير أبناء المحافظة الشمالية من مدينة عدن، مؤكدين صمتهم وثباتهم إلى جانب الجيش واللجان الشعبية في مواجهة الغزاة والمحتلين. نحن ثابتون وصامدون وسنوقف وسنضحي بدمائنا أنفسنا وأموالنا في الدفاع عن أعراضنا وعن سبيل هذا الوطن. نردد أيضا بالضربات الجوية التي تم الاتفاق على إيقاف إطلاق النار بكافة جوانبه سواء كان بريا أو بحريا أو جويا، ولا زال العدوان مستمرا في غيه وعدوانه على اليمن. ونقول لأمريكا لم تحاول بوجودها في اليمن ولم يبقى حوار إلا بعد رفع قدمه من اليمن أو تحليقه بطائران، ولم ونرفض التحاور إلا بعد ما تتوقف كل ما يتواجد أمريكي وصهيوني. ونستنكر ونشجب المعاملة التي حصلت في المناطق الجنوبية، والذي يريدوا بأن يريدوا من الشعب اليمني يريدوا منهم مذاق وإثباتات، بينما القوى الإمبريالية والغربية والصهيونية تهبط على المحيطات وتهبط على القرى وتهبط على المحافظات في المناطق الجنوبية. التواجد العسكري الأمريكي في اليمن سيواجهه رجال يدافعون عن كرامة وعزة اليمنيين وشعب مكافح ومناضل من أجل وطنه، وسيتحرون الغزاة والمحتلين من يمن الإيمان والحكمة. يحيى اليتيم لقناة اليمن من اليمن محافظة المحويت.